بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقد من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للآمر، ربنا اغفر لنا وارحمنا الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قرأنا أنواع الرياء، بيان حقيقة الرياء وما راء به من إحياء علوم الدين الإمام غزالي رحمه الله، ونفعنا بعلوم في الدارين. قرأنا الرياء في الدين من جهة البدن، يعني يظهر وكأنه مثلا على سبيل المثال للحصر يكون صائما فيظهر أنه تعب، لون شاحب جفاف، فلذلك كان الحل فيما ذكر عن المسيح عليه السلام، إن شاء الله أن يكون صحيح لكن المعنى صحيح، يعني إذا كان واحد صائما يعني يدهن، خصيصا في الأيام النافلة التي قد لا يصوم، يعني عادة لا يصوم جميع الناس هذه الأيام، فيظهر وكأنه نشيط وكأنه ليس صائما، يغتسل يدهن ويبدي نشاطا حتى لا يقال له أنت صائم. ثم العبادة بالبدن، قد يكون يعني يستوي قيامه ويستوي ركوعه، يعني يزيد شحطة صغيرة في العيار حتى يقال انه ايش، يعني لا في حال هذه انه من العباد. والرياء بالزي في هذا الرقم الثاني، جميل قالوا جزاكم الله خيرا أستاذنا أبو مالك، قال أنه في نهاية النهار في الصيام لابد أن يضعف. بعض الناس قال من الأطباء ومن المجربين أن أفضل وقت للعب الرياضة الشديدة على النفس والتي فيها فائدة هي قبل الإفطار، هذه الفترة فترة إيش، رياضة شديدة، وبعضهم يعني استفاد يعني بشكل كبير. والرياء بالزي والهيئة، يعني أن يظهر، إما أن يظهر أنهم العباد بلباس معين وليس منهم، يعني يلبس زي الصوفية، يلبس زي العلماء، يلبس زي حتى يعني يتشبه، هذا فيه نوع رياء. وذكر الإمام الغزالي كيف أنه قد يرائي بحسب الذين يلتقي بهم، ثم قال الرياء بالقول، يعني الرياء بالقول مثلا يحفظ بعض الكلام حتى يقال أنه أبو العريف مثلا، أو يكون جالس بين الناس ويتمتم، يعني يحرك شفتيه على أنه من الذاكرين ولو كان في بيته لم يفعل. وقد يرائي بالعمل مثل أن يختار مشية معينة كأن عليه وقار وكأنه عليه خشوع، هذا إيه؟ إذا لم يكن هنا، إذا كان هنالك ناس، فإن لم يكن هنالك ساحة أحد مشى ولعله يركض. ثم قال الرياء الخامس بالأصحاب والزارين والمخالطين، يعني يطلب من العلماء أن يزوروه فيقول للناس زارني فلان من الناس. ثم وصلنا إلى السؤال، وهذا من آخر ما ذكرنا في جوابه، طبعا الجواب الإمام الغزالي رحمه الله، قال فإن قلت الرياء حرام، سؤال حرام ومكروه ومباح أو فيه تفصيل؟ طبعا فيه تفصيل، قال الإمام الغزالي، وقارن الإمام الغزالي بين طلب الجاه وطلب المال. طلب المال اليسير، يعني المعنى الذي لا يطغيك ولا يلهيك، فإن من الجاه ما يلزمك لبعض القضايا، نعم. وقد قال الإمام الغزالي عن سيدنا يوسف عليه السلام أنه حينما قال إني حافظ عليم أنه طلب جاه، أظن أنه طلب يعني إنقاذ، يعني لديه خطة اقتصادية يستطيع أن ينقذ بها مصر. ولذلك قال الإمام الغزالي يعني كنوع من النوع من التلخيص، يعني قال تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج للناس مراءة ولكن ليس بحرام، تحسين اللباس مراءة ولكن ليس
بحرام، لأنه ليس رياء بالعبادة بل بالدنيا، وقس على هذا كل تجمل للناس وتزين لهم. ولعلنا من كنا قد ذكرنا ما روته السيدة عائشة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يخرج يوم على الصحابة فكان ينظر في حب الماء في يعني في وعاء الماء في الخابي، يكون يعني يرى الإنسان صورته بدل من المرآة يعني، فيحسن يعني حتى لا يكون هنالك يعني شيء خارج عن العادة في فيما يلان أو في إلى آخره، فيسوي عمامته وشعره صلى الله عليه وسلم. فقالت تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، الله يحب من عبده إزاي لإخواني إذا خرج إليهم. وعلى كل حال لنا في المعنى، نعم هذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، لأنه كان مأمورا بدعوة الخلق وترغيبهم في الاتباع واستمالة قلوبهم. بل قال بعض القساوسة الذين أسلموا في أمريكا، قسيس معروف، وقد التقينا بهذا القسيس يكون جاء من كنيسة يعني بروتستانتية، وقد رأينا أيضا من الرهبان الذين جاءوا من كنائس كاثوليكية، ورأينا أيضا من الرهبان الذين جاءوا من كنائس أرثوذكسية، رهبان فأسلموا، الناس عامة الناس يسلمون، أيضا الرهبان وقساوسة من الكنائس الرئيسة أبو مروان نعم نعم. إذن هي القضية الأساسية إنه الإنسان، فمما أذكر من كلام الرجل كان هنالك مؤتمر في مدينة شيكاغو، ومما قال إذا قمت بزيارة يعني بالحديث إلى أناس من غير المسلمين لأول مرة، قال فلا تلبس لباسا تراثيا، بالمعنى ماذا؟ لا تذهب إليهم بالعمامة وجبة وعباءة ودشداشة وكل الكلام هذا، قال أول مرة لا تذهب إليهم بهذا حتى لا يكون هنا، حتى لا يتلهى، يعني واضح المسألة، حتى لا يتلهى هؤلاء بلباسك، حتى لا يعتبرونه عائقا بينك وبينهم، حتى لا يقولوا هذا خرج من الصحراء وهو قد خرج من بين أظهرهم. هذا القسيس أسلم في فورت وورث بجانب دالاس تكساس، سبحان الله، هذه من المسائل أهل مكة أدرى بشعابها، واستمالة قلوبهم ولو سقط من عيونهم لم يرغبوا في اتباعه. فكان يجب عليه أن يظهر لهم محاسن أحواله لكي لا تزدريه أعينهم، فإن أعين عوام الخلق تمتد إلى الظواهر دون السرائر، فكان ذلك قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون فيك ما. ولذلك الأنبياء كانوا من أكمل الناس صفات، من أكمل الناس إيش؟ من ناحية الصفات، سواء الخلقية أو الخلقية، لا يوجد ما يعني يثار حول هؤلاء الأنبياء. ولكن لو قصد قاصدا أن يحسن نفسه في عيونهم حذرا من ذمهم ولومهم واسترواحا إلى توقيرهم واحترامهم، كان قد قصد أمرا مباحا، إذ للإنسان أن يحذر من ألم المذمة ويطلب راحة الأنس بالإخوان، ومهما استثقلوه واستقذروه لم يأنس بهم. فإذا المرأة، قلنا بالأمس يعني في قضايا يعني هو الأصل فيها ليس للناس، بل يجب أن يكون من عاداتك اليومية قضية النظافة الشخصية، لا يصح اليوم سهل، نعم متوفر القضية نظافة شخصية، نظافة إلى آخره، ليس المطلوب يكون أنت لابس على الحبل كما يقولون، لكن نظافة بكل معنى كلمة نظافة. قالت العربية لابنتها إن أطيب الطيب الماء، هي تنصحها قبل الزواج، قالت لها إن أطيب الطيب الماء، يعني ظلك اغتسلي بظل انت يعني وانتم ايضا ان اطيب الطيب الماء، هاي اجوا يغطوا بالروائح قصدهم الله يجزيهم الخير بجزهم يعطروا المنطقة، فاذا بها مثل قنبلة الغاز المسيل للدموع،
الله يهون. وليس كل عطر يقال عنه أنه هذا يسموه عطور إسلامية نيح، مثل ما قال بعض المشايخ بدهم يحطوا له على إيده بعض العطر، قالهم هذا من البوجع الرأس ولا بوجع شر الرأس يعني. نعم يا سيدي الله يجزيهم الخير، الله يجزيهم الخير، بس قلنا احنا الواحد برضو ايش القضايا، هذه قضايا ذوقية، واللي انت بتحبه لعل الناس ايش قد قد يعني يتحرج منك يقول لك بلاش وكذا الى اخره النباتي. طيب، فإذا المرآة بما ليس من العبادات قد تكون مباحة وقد تكون طاعة وقد تكون مذمومة، ذلك بحسب الغرض المطلوب بها. وذلك نقول الرجل إذا أنفق ماله على جماعة من أغنياء لا في معرض العبادة والصدقة، ولكن ليعتقد الناس أنه سخي فهذه مرآة وليست بحرام، وكذلك أمثاله. أما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج فللمرأي فيها حالة، فيه حالتان، إحداهما ألا يكون له قصد إلا الرياء المحض دون الأجر، بده يورجي الناس أنه هاي يتصدق وهو يفعل كذا وكذا وكذا، وهذا يبطل عبادته، هذا يبطل عبادته، أشرك بالله عز وجل، لأن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ليس يقصد العبادة. ثم لا يقتصر على إحباط العبادة حتى نقول صار كما كان قبل العبادة، بل يعصي بذلك ويأثم. وكما دلت عليه الأخبار والآيات والمعني فيه أمران، أحدهما يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكر، لأنه خيل إليهم أنه مخلص مطيع لله وأنه من أهل الدين، وليس كذلك. والتلبيس أيضا في أمر الدنيا حرام، حتى لو قضى دين جماعة وخيل الناس أنه متبرع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم به لما فيه من التلبيس وتملك القلوب بالخداع والمكر. ولذلك اليوم نقول سيدنا يوسف عليه السلام السيرة الذاتية اللي قدمها لعزيز مصر قال إني حافظ عليه، ما زاد على ذلك. اليوم تقدم للوظيفة سيرة ذاتية، درست وفعلت وحضرت والدورة الفلانية والألقاب الفلانية وكذا كذا إلى آخره، وقد يذهب إلى دورة مثلا في جامعة مرموقة في نقول في الغرب مثلا يوم يومين ثلاثة، فيظهر أنه أخذ يعني بكل ما مرات مثل شهادة الحضور مش شهادة يعني أنه، فأقول أنه يعني درس كذا وكذا في نقول هارفارد مثلا، صحيح درس هناك يوم أو يومين يعني عطلة نهاية الأسبوع مثلا، أو درس في الكلية المسائية وهي ليست كالنهار في بعض الاعتبارات كيف الموازي عنا مثلا. إذن هي حتى إذا لبس على الناس أيضا يأثم. والثاني يتعلق بالله عز وجل، وأنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله، الخلق العباد، عبادة يقصد بها العباد، فهو مستهزئ بالله والعياذ بالله. وذلك قال قتادة رحمه الله إذا رأى العبد، قال الله تعالى ملائكته انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ بي، هذه شديدة، هذه إيش شديدة جدا، لو رأى الإنسان أنه إذا لم يخلص العمل وكأنه يستهزئ بالله عز وجل. نعم، يعني الناس تحب على سبيل المثال أن تسجل حضورها في مكة مثلا أو في القدس في المسجد الأقصى المبارك أو في المدينة إلى آخره، يعني هو في الأصل فيها لا بأس، لكن النية ما هي؟ النية ما هي؟ أو بعض الدعاء يعني إن شاء الله تكون النية صالحة والنية صادقة لا بأس أنه مثلا يدعو للناس ويدعو لنفسه وكذا لآخره، ولكن قد يظهر بعض التكلف في البكاء أو تكلف في النبرة أو تكلف في هذا، ما فيش داعي.
يا رب اغفر لي ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت مبتسم مبتسم رأس سيدنا صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن. نحن متفاعلين جدا متفاعلين بأن الخير قادم على أهل الدنيا وإن شاء الله متفاعلين بإذن الله عز وجل بالآخرة ليس بأعمالنا. هذا مده بس يعني إنسان يدخل وإيش متفائل يقبل وهو متفائل. طيب إذا نزلت العبرة لا حول ولا قوة إلا بالله نزلت أما الحمد لله نعم هذا خير. ومثاله أن يمثل بين يدي ملك من الملوك طول النهار كما جرت عادة الخدمة إنما وقوفه لمواحظة جارية من جواري الملك وقاعد ملزلك بالقصر بجنيش فلانة أو غلام من غلمانه فإن هذا استهزاء بالملك إذ لم يقصد تقرب إلى الملك بخدمته بل قصد به عبدا من عبيده. فأي استحقار يزيد أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراءة عبد ضعيف لا يملك له ضرا ولا نفعا. يتقرب ولكنه لم يتقرب لمن ظن أنك تتقرب إليه. فأي استحقار يزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراءة عبد ضعيف لا يملك ضرا ولا نفعا. وذلك إلا لأنه ظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله تعالى. الله عز وجل يجري لك الخير من حيث لا تدري. كيف؟ يأتيك الرزق ممكن على شكل من الرزق الذي جاء إلى سيدنا مريم عليه السلام قالت هو من عند الله رزق هو من عند الله نيه هكذا مائدة من السماء. مائدة من أين؟ من السماء. ويمكن أن يأتي الرزق بحيث أنك تذهب فتحتطب فتبيع فترزق. ويأتي رزق ولدك على يديك يعني من الله عز وجل على يديك ثم تكبر ويكبر هذا الطفل ويأتيك رزقك على يديه على يديه يعني من عند الله عز وجل. انتبهت إلى تبدل الأدوار؟ وإن كان بعضهم قال امشي على رجلك المكسورة ولا تتكئ على كتف أحد يمشي على رجلك المكسورة ولا تتكئ على كتف أحد. لكن الرزق بل يكون أمامك الرزق وليس لك وليس إيش وليس لك. ضج أحد المساجين السياسيين في بلد بعيد من هنا وكان يشكو إلى رجل حكيم أيضا مسجون معه قال حينما يأتيك الفرج يعني ستخرج محررا قد لا تنهي الطعام قد لا تأكل الطعام الذي أمامك يعني لا يكون لك ذاك اليوم رزق في الطعام الذي يوضع على الميس مثل ما بقوله. فجاء قالوا فلان إفراج قالوا فلان إيش إفراج وقد وضع الطعام ولم يأكل. معقول يقولوا الإفراج يقولوا اصبروا شوي؟ لا. فكان هنالك ما ظن أنه لو ظل هناك لعله كان لكن ما في مجال يظل انتهى حتى الخروج فلبث في السجن بضع سنين. وسيدنا يوسف عليه السلام بقى في حكم ولازم ينفذه وبدو يطلع ثلث ويطلع بعرف ربعه ما في من الحكي هذا. لما جاء الفرج جاء الفرج وجاء الفرج سيدنا يوسف عليه السلام جاء الفرج ومن بعد جاء الفرج لإخوته ولوالديه ولأهلهم. بخروج سيدنا يوسف عليه السلام جاء الفرج لمصر للي بيعرف هيك نعم. وهل ذلك إلا لأنه ظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله تعالى؟ لا إله إلا الله. لا يتحرك متحرك في هذا الكون إلا بإذن الله عز وجل. ورزقك يأتيك عليك أن تسعى عليك أن تكتسب لكن رزقك إيش يأتيك ويعرف العنوان
وأنه أولى بالتقرب إليه من الله تعالى، إذ آثره على ملك الملوك فجعله مقصود عبادته، وأي استهزاء يزيد على رفع العبد فوق المولى. فهذا من كبائر المهلكات، ولذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، يدب في النفس. نعم، ولازال الكلام الإمام الغزالي رحمه الله ورحم علماء المسلمين أجمعين وطلبة العلم ومحبيهم والسامعين وأمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، بعض درجات الرياء أشد من بعض، كما سيأتي بانه في درجات الرياء إن شاء الله تعالى، ولا يخلو شيء منه عن إثم غليظ أو خفيف بحسب ما به المراءة، ولو لم يكن في الرياء إلا أن يسجد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية، فإنه لم يقصد تقرب الله فقد قصد غير الله، ولعمري قسم لو عظم غير الله بالسجود لكفر كفرا جليا. لأن الرياء هو الكفر الخفي. على بعض الناس الذين من عاداتهم قضية الركوع، يعني تحية الأصل فيه أن يمتنعوا عن هذا ولا يقبلوا، يعني مثل هذا الانحناء، لو أومى برأسه سلام عليكم، هذه إيماءة السلام عليكم اللي بتقولها أنت لأضعف إنسان على الأرض. إذن لو عظم غير الله بالسجود لكفر كفرا جليا، إلا أن الرياء هو الكفر الخفي، لأن المرائي عظم في قلبه الناس فاقتضت تلك العظمة أن يسجد ويركع لهم، فكان الناس هم المعظمون بالسجود من وجه، ومهما زال قصد تعظيم الله بالسجود وبقي تعظيم الخلق كان ذلك قريبا من الشرك، إلا أنه قصد تعظيم نفسه في قلب من عظم عنده بإظهاره من نفسه صورة التعظيم لله، فمن هذا كان شركا خفيا لا شركا جليا، وذلك غاية الجهل، ولا يقدم عليه إلا من خدعه الشيطان وأوهم عنده أن العباد يملكون من نفعه وضره ورزقه وأجله ومصالح حاله ومآله أكثر مما يملكه الله تعالى، فلذلك عدل بوجهه عن الله تعالى إليهم وأقبل بقلبه عليهم ليستميل بذلك قلوبهم، ولو وكله الله تعالى إليهم في الدنيا والآخرة لكان ذلك أقل مكافأة له على صنيعه، فإن العباد كلهم عاجزون عن أنفسهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لغيرهم هذا في الدنيا، فكيف في يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، بل تقول الأنبياء فيه نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ونيل القرب عند الله تعالى ما ارتقبه بطمعه الكاذب في الدنيا من الناس؟ فلا ينبغي أن نشك في أن المرائي بطاعة الله في سخط الله من حيث النقل والقياس جميعا، هذا إذا لم يقصد الأجر، فأما إذا قصد أجره والحمد جميعا في صدقته وصلاته فهذا الشرك الذي يناقض الإخلاص، وقد ذكرنا حكمه في كتاب الإخلاص، ويدل عليه ما نقلناه في الآثار من قول سعيد بن مسيب وعبادة بن صابت أنه لا أجر له فيه أصلا. وبعد غد إن شاء الله بيان درجات الرياء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ألا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.